كنطلب انا غير والد ديالي يكون باقي حي. يعطى الله والده. كنطلبهم الله يكون الخير وصافي. لا للعائله ديال واش نقول لك، العائله ربي دابا هو اللي عالم بهم، فهمتيني؟ الصباح انا كنصوني وداك ما بقاش الامان، وفيما كنصوني التليفون طافي طافي طافي. يعطى الله والده. كنطلبوا من الله يكون الخير وصافي. قلنا الوالد عيط لي بالصباح، عيط لي الوالد بالصباح، حتى كنتفاجئ ماذا باك 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 ما باك ما راه مفقود، هي اصلا ما عارفه والو. حاليا كنفكر فيها دابا كيفاش هي كتطلب الله يصبرها وصافي. عرفتيني صونينا بزاف تيلي، حيت ما نصوني حيت ما نصوني والو حيت ما نصوني والو. اصلا كان هنايا وخديت لواحد التليفون اخر باش تلف الوقت شويه وكذا وكذا، حتى المرايا اخرى كنصوني فيها والو حتى هي مطفيه. هو انا خدام ديما ولا ما خدام ديما انا ما كيتفكساش هو من هنا ديما سين ديما هو خدام هنا. وصل معكم المسؤولين شنو قال لكم في الاخر المستجدات؟ هما اللي عيطوا لي. بالنسبه للناس اللي خدام معاهم باقي ما توصل حتى ماشي واحد، هضر بسيطه وصافي. باك باك اي با راه با فهمتيني، باقي ما كانش شي نقاش بيناتنا بزاف اللي غن عيطوا لي الشرطه هي باش تجي الكوميساريه سنترال. ربما هو مشى شي بلاصه اخرى ما كاينش. لا لا ما كنظنش فهمتيني، ما كنظنش. ويا ريت يكون هاد الهضره اللي كيقولوا فهمتي، ما كرهتش الله يكون الهضره اللي كيقولوا دابا تكون صحيحه، ما كرهتش انا ما فهمتيني. هو دائما هنا في حيت ما بلاصه ديما هنايا في العواش، راه انا كنقول لك في العواش ملي كان كيبغي يهبط هو انا كندي بلاصي ثلاث ايام اربع ايام الخدمه كيهبط كيريح مع وليداتو وكيطلع فهمتيني. لا للعائله ديال واش نقول لك، العائله ربي دابا هو اللي عالم بهم فهمتيني. هما دابا راه الدراهم جايين في كرمصه كنكرفصين، وما ما انا حاليا دابا كنفكر فيهم، انا مصبر راسي دابا وكنفكر دابا في الوالده مسكينه راه علم الله شنو واقع عليها دابا. واش اللي عطى الله، ودابا حنا مازال ما فقدناش الامل ديالنا وكنتسنى واش كاين. ودابا علاه نقول شي 60 تقريبا، علاه شي 60 هذا عنده شحال؟ عنده دابا اش نقول لك، دابا حنايا الذكوره اربعه وبنيتها ثلاثه كل سبعه سبعة. اه زال وليدات الواحد كيقرا واحد كيدير التكوين وخدام على وليداته بصراحه. وانا حتى انا رانا ما كنطلب انا غير الوالد ديالي يكون باقي حي فهمتيني، هادشي اللي كنطلب هاد الساعه حاليا دابا. ومازال ما فقدش الامر بصراحه. هذيك الساعه يحل الله اذا الله يليك وكنتمنى من الله يكون خير وصافي هادشي اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.